مرحبا، معكم لين مدانات خبيرة رياض أطفال وخدمة مجتمع. طبعاً بدنا نكمل موضوع الأنشطة وإيش ممكن الطفل يعمل بالبيت. ممكن تستفيدوا من أفكار كتيرة أونلاين بحيث إنه الطفل إذا بده يقعد شوي لكن يقضي وقت أكتر بإنه يشتغل بإيديه ويلعب بالبيت. ممكن أشياء بسيطة تساعده على إنه يخترع أشياء جديدة تانية. الأطفال ممكن يزهقوا من ألعابهم، ما في إشي جديد يعملوا. فكروا إيش ممكن تعطوهم. الطفل ممكن يستمتع بإنه يفكفك أشياء قديمة، يكتشفها، يخترع منها أشياء تانية. لو عندكم راديو قديم، ماكينة قديمة، بحيث يتوفر عنصر الأمان، أعطوا الطفل وقولوا له خد العب فيها، فكفكها، شوف إيش في جواتها. طبعاً إحنا بدنا نشرف عليهم بين فترة والتانية حتى نتأكد إنهم سيف بأمان، ونسألهم أسئلة، شو اكتشفتوا، شو اخترعتوا، شو لقيتوا. إشي تاني من أنشطة اللي أنا بشجع كتير عليها هي الزراعة. الزراعة نشاط فيه استدامة. ممكن الأطفال وإحنا صغار نعمل هذا الحكي، نزرع البذور. كتير هلأ عم بيركزوا على موضوع زراعة البذور sprouting، حتى بنقدر نستفيد منها ونعمل منها سلطة بالبيت. كلنا عنا عدس، حمص، فول، فاصوليا. ازرعوا، ما بدكم شيء، صحن صغير مع مي وازرعوا انتم طفلكم، وحملوا الطفل مسؤولية انه هو يدير باله على اللي زرعه، يسقيه، يتطلع، يراقب البذرة كيف عمالها بتكبر، ايش عم بطلع منها. بدي افرجيكم انا شو عملت وعمالني بستعمله وبعمل منه سلطة. عملت سبراوتينج للعدس وهذا عمالني بستعمله زي ما قلت وبعمل منه سلطة. كل يوم عم باخذ منه شوي. انا زرعت بصحن كبير بذور العدس، تقدروا تعملوا هاي مع بذور تانية موجودة عندكم بالبيت، تستعملوها تاكلوا منها سلطة. حتى هيك لو ما عندكم خضرة، في عندكم إشي خضار تستفيدوا منه وتاكلوا.